حبيبة حبيبة، تليفونك ما بطلش يرن طول الليل، دي خامس مرة يصحيني من أحلاها نومة. ألو، ازيك يا مدام حبيبي؟ طبعا ما تعرفيش أنا مين، لكن أقول أنا واحد عارف مكاني بتاع عبد العزيز الغالي، بجد الناس يعني. لا وعارف كم رقم حسابك في البنك؟ ده غير صفة سابك هيتحولوا من بلاد بره 20 مليون دولار. يا ترى جم منين؟ وليه؟ مش معنى أقولك أنت بعد ما اختفى عبد العزيز الغالي من على وش الدنيا. مين اللي بيتكلم؟ أنا واحد مش طماع أوي، مش طالب غير مليون جنيه، يعني نقطة في بحر من اللي هبشتيه حضرتك في العملية إيه؟ لا هو ظهر الرقم غلط، لأن ما عنديش حد هنا اسمه مدام سعيد. يعني بعد كل القلق ده والرقم غلط، الناس ما عندهاش دم صحيح. عشماوي بنفسه؟ والله مش هقدر اقول لك. مين اللي بيتكلم؟ انا اللي اسرارك كلها. اسرار ايه باسرار انت؟ بقول لك ايه، ما تخليش خيالك تسرح بيك قوي كده علشان غلط على صحتك. وما تيجي تلعب يبقى العب مع الناس اللي قدك، واوعى تتصل تاني على التليفون ده احسن لك، فاهم؟ عشماوي أبو التليفونات. يا دوسي ده يرجع، دي بلاوي سودة. ليك رائد هنا بقى؟ تخش تعمل في الاوضه دي ايه في السكرت كده؟ هكون بعمل ايه يعني يا حبيبتي؟ ما انا قلت لك من زمان ان دي الاوضه بتاعتي، يعني من ايام جدي الله يرحمه، من وانا عندي 12 سنه ودي الاوضه بتاعتي. وبعدين دي الاوضه اللي انا اتجوزت فيها الجواز الاولاني. احيانا يعني بحتاج منها حاجات. ببلاش كلمه الجوازه الاولانيه دي عشان بتضايقني. انا اسف.